تمكنت إسرائيل من اغتيال العقل المدبر لعملية 7 أكتوبر وقائد حركة حماس يحيى السنوار. تفاصيل عملية الاغتيال تحدثت عنها العديد من المصادر اليوم، على سبيل المثال موقع أكسيوس وإسرائيل ريدار. والمثير للاهتمام بأن عملية الاغتيال تمت يوم أمس وتم الإعلان عنها اليوم. ومسألة مطاردة السنوار بدأت منذ إعلان إسرائيل عملية السيوف الحديدية من أجل غزو قطاع غزة، وبدأت إسرائيل بجمع المعلومات عن جميع القادة إن كانوا في حركة الجهاد الإسلامي أو حركة حماس أو غيرها من الفصائل الفلسطينية تمكنوا من السيطرة على شمال قطاع غزة، وبعدها بدأوا بتقطيع أوصال قطاع غزة بالتمام والكمال من أجل محاصرة المدن والاستمرار بعملية تجميع المعلومات، وبعد ذلك بدأوا بالدخول والتغلغل في خان يونس بقوات الكوماندوز. وهنا بدأت تتحدث إسرائيل بأن يحيى السنوار متواجد في إحدى الأنفاق الموجودة في خان يونس، وبأنه محاط بالعديد من الأسرى المتعددين الجنسيات، منهم من الجنسية الأمريكية أو حتى الجنسية الأوروبية، وهذا وضع ضغطا كبيرا جدا على بنيامين نتنياهو، خاصة من عوائل الأسرى، وبدأوا يطالبون نتنياهو على المستوى الداخلي والخارجي بالقبول بأي اتفاق، خاصة عندما بدأت عملية الإعدامات الميدانية للأسرى. كلما اقتربت إسرائيل والقوات الإسرائيلية من هؤلاء الأسرى بعد عدد من عمليات محاولات الإنقاذ من القوات الخاصة الإسرائيلية، وضعت نتنياهو تحت ضغط كبير للغاية، وبالتالي بدأ السنوار هنا يتعامل بذكاء كبير للغاية في هذه العملية. لكن المفاجأة من الإعلان اليوم ومن كل التفاصيل اليوم، السنوار لم يكن متواجدا في خان يونس، بل إنه كان متواجدا هنا في رفح، وتحديدا في منطقة تل السلطان، في مبنى من إحدى المباني الموجودة هنا في تل السلطان، هو وعنصرين آخرين من المرافقين له في هذه المنطقة. ولاحظ هذه منطقة مثيرة للاهتمام لأنها أولا قريبة من البحر المتوسط، وكذلك قريبة أيضا من الحدود مع جمهورية مصر العربية. وسبق وأن كانت هنالك العديد من التفاصيل على أن جزءا من المفاوضات هو الحفاظ على حياة يحيى السنوار، وكان هذا المنزل أساسا مطوقا من قبل الجانب الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية، ويحيى السنوار لم يكن قادرا على الخروج من هذا المنزل أو التنقل كما فعل من خان يونس إلى رفح أو إلى نقاط أخرى لم يتم الكشف عنها بكل تأكيد. وكانت هنالك قوات إسرائيلية قريبة أساسا من هذا المنزل، ليست بالقوات الخاصة ولم تكن أساسا من القوات الأساسية الإسرائيلية أبدا. ولكن ما هو مثير للانتباه هنا بأن إسرائيل أساسا كانت تضغط، عدد من القيادات والأجهزة الأمنية تضغط بسحب القوات الإسرائيلية من هذه المنطقة ولا داعي من هذه المسألة، وبأن جهاز الشباك هو الوحيد الذي ضغط من أجل إبقاء القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة، ولم تكن تعلم إسرائيل بسبب كل الظروف التي سارت، وجوده أساسا مع الأسرى، الظروف الصعبة، تنقله يمينا وشمالا، لم تكن إسرائيل تعلم بأنه متواجدا أساسا أو متواجد في هذا المنزل في تل السلطان، في رفح، في منطقة غير متوقعة أبدا. وهذه القوات ببساطة بمجرد مرورها من المنطقة لاحظت أن هنالك 3 عناصر متواجدين في هذا المنزل، وجاءت إحدى الدبابات من دبابات الميركافا لتطلق قذيفة واحدة وقتلت 3 مباشرة. وبعدها اليوم أثناء تجول أو المسح الذي قامت به القوات الإسرائيلية لمعرفة العناصر الذين قتلوا للقيام بعملية إحصاء وغيرها من التفاصيل والإجراءات العسكرية، عادة عندما تضرب أي منطقة هم يسيطرون عليها، وجدوا بأن إحدى الجثث تشبه يحيى السنوار، وهذا هو الذي جعل إسرائيل بسرعة أن تنقل جثمان السنوار مباشرة إلى داخل إسرائيل. أبلغوا الولايات المتحدة الأمريكية، قاموا بعملية الفحص للدي أن أي وكذلك للبصمات الخاصة به، خاصة وأن إسرائيل تمتلك الكثير من المعلومات والبصمات لأنه كان أساسا أسيرا لدى إسرائيل وفي السجون الإسرائيلية. وبعد ذلك أعلنوا عن هذه العملية اليوم رغم أنه قتل يوم أمس، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل تعلم تماما وتعلمان تماما بأن مقتل السنوار سيعني اشتعال الجبهات من كل اتجاه، إن كانت
من جماعة الحوثي، من العراق، من سوريا، محور المقاومة بأكمله وحتى إيران. هذه المسألة قد تشكل تصعيدا جديدا في المنطقة، وعلى ما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت إجراء مرتبطا بهذه القضية. ليس هنالك شيء يؤكد هذه المسألة، لكن المثير مع معرفة الولايات المتحدة بمقتل السنوار وبأن هذا الأمر ليس أكيدا، اتخذت قرارا بمهاجمة جماعة الحوثي وتحدثت عن هذه المسألة وعن هذا الهجوم القيادة المركزية الأمريكية، وزارة الدفاع الأمريكية، وكذلك CNN الأمريكية. والولايات المتحدة قامت بإطلاق طائرة B2A، هي أهم الطائرات الاستراتيجية التي تمتلكها الولايات المتحدة على الإطلاق للمرة الأولى لضرب أهداف على جماعة الحوثي. وهذه الطائرة انطلقت على اليمن أيضا للمرة الأولى منذ سنين طوال، منذ عام 2017 آخر استخدام لهذه الطائرة في يناير تحديدا في ليبيا، ضربت واحدة من الأهداف التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وها هي الآن تعود لتنفذ هذه العملية صباح هذا اليوم. هذه الطائرة التي نتحدث عنها قادرة على قطع مسافة 9600 كيلومتر دون الحاجة للتزود بالوقود، كذلك هي تحلق بسرعة 970 كيلومترا في الساعة الواحدة على ارتفاع 15000 مترا، وكذلك أن هذه الطائرة تعمل بأربع محركات، وهي طائرة قادرة على التخفي من أي رادار موجود في العالم. واحدة من أسباب هذا التخفي هي طبيعة التصميم لهذه الطائرة، بسبب أن إشارة الرادار تصل عادة للرادار للطائرة، وبعد ذلك تعود هذه الإشارة إلى الرادار ليتم تحديد بأن هنالك هدف معاد في الجو. لكن طبيعة تصميم هذه الطائرة، التكنولوجيا والتقنيات العالية للطائرة طبعا، يجعلها طائرة شبحية بحتة ومن أخطر الطائرات الاستراتيجية على مستوى العالم، وكذلك أنها تبقي طبيعة أسلحتها وصواريخها وقنابلها داخل هيكل هذه الطائرة. وهي تنقسم طبعا طبيعة الحمولة للصواريخ إلى قسمين منفصلين كما نلاحظ، وهذه الطائرة قادرة أيضا على حمل القنابل النووية. واحدة من القنابل النووية هي B-38، أخطر قنبلة نووية يمتلكها الجيش الأمريكي من القنابل طبعا الغير موجهة، هي قادرة على حملها، قادرة على حمل GBU-57 التي يصل تعتبر من الأوزان الثقيلة، من القنابل الثقيلة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما استخدمته هنا هذه الطائرة والولايات المتحدة على جماعة الحوثي هي قنابل MK-84، القنبلة التي يصل وزنها إلى 907 كيلوغراما، هي أثقل قنابل مارك الأمريكية. وهذه الطائرة حلقت من قاعدة وايتمان الجوية في ولاية ميزوري الأمريكية، وهي حلقت على مسافة طويلة للغاية من الولايات المتحدة من ميزوري مباشرة إلى اليمن، أي أكثر من 12000 كيلومتر لكي تصل إلى اليمن وإلى مواقع جماعة الحوثي. والذي قامت به هذه الطائرة ببساطة هي أنها ضربت نقطتين في اليمن، واحدة من النقاط الأساسية التي ضربتها هي عدد من المنشآت الموجودة تحت الأرض في صنعاء وكذلك في صعدة، 5 منشآت تحت الأرض فيها صواريخ وأسلحة استراتيجية خاصة بهذه الجماعة ب15 غارة، نتحدث عن 6 غارات على صنعاء بالإضافة إلى 9 غارات على صعدة. ووجهت هذه الضربات بشكل عنيف على عدد من النقاط في صنعاء. على سبيل المثال هنا نلاحظ بأن جنوب شرق صنعاء ضربات جاءت بهذا الشكل، لاحظ بأن هذا هو التسلسل لطبيعة الضربات، كانت هنا في قاعدة الحافة وكذلك تلة التلفزيون وكذلك جبل جربان تقريبا إلى شمالي غربي صنعاء. ونلاحظ هنا طبيعة هذه المواقع، إذا ما ذهبنا إلى قاعدة الحافة على سبيل المثال هي من القواعد الموجودة تحت الجبال، طبعا تحت جبل كبير للغاية كما نلاحظ، وأن هنالك مداخلا على استراتيجية وعلى طريقة طبعا الجانب الإيراني في المنشآت الصاروخية وغيرها. تلاحظ بأن هذا مدخل أول وبأننا أمام مدخل آخر لهذه القاعدة الاستراتيجية التي ضربت بهذه القنابل الخارقة للتحصينات، وكذلك أن B2A تمكنت أيضا من ضرب تلة التلفزيون التي تحدثنا عنها، وكذلك الجبل الآخر إلى شمال غرب صنعاء وهو جبل جربان هنا قد ضرب، وكذلك صعدة قد واجهت 9 غارات كما نتحدث هنا من قبل هذه الطائرة التي ضربت عددا من النقاط. هذه صعدة إلى شرقها تقريبا جنوب شرقها هنا باتجاه العبلة،
قلعة العبلة هنا بهذه المنطقة، تمكنت هذه الطائرة من ضرب هذه المنطقة وأيضا ضربت منشآت تحت الأرض في قاعدة كهلان، وطبعا صعدة هي المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي بكل تأكيد. بالتالي مختصر القصة هنا بالنسبة لهذه الطائرة عندما جاءت لهذه المنطقة يبدو بأنها حلقت باتجاه صنعاء أولا وسارت باتجاه صعدة، ومن ثم غادرت المنطقة لتعود إلى قاعدتها في ميزوري بعد تنفيذ هذه العملية. وهذه تعطي رسالة كبيرة للغاية لمن؟ ليست فقط للفصائل المسلحة الموجودة في المنطقة فحسب، وإنما هي تعطي رسالة كبيرة وخطيرة للجانب الإيراني، إيران القريبة للغاية من القنبلة النووية وعلى بعد قرار، على بعد فتوى من المرشد الأعلى للوصول للقنبلة النووية. الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية بتحليقها بهذه المسافة ووصولها بهذه الطائرة الاستراتيجية القادرة على تدمير المفاعلات النووية إذا ما حملت قنابل ثقيلة مثل GBU-57 أو غيرها من القنابل المتوفرة لدى الجيش الأمريكي، توضح هنا الولايات المتحدة بأن عليك يا إيران أن تفهمي بأننا وإن كنا منشغلين في الانتخابات الأمريكية، وإن كانت الصين تناور حول تايوان وتحاول من غزوها، أو أن هنالك اشتعالا للظروف وتصعيدا كبيرا بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، وإسرائيل منشغلة بكل الصراعات التي نتحدث عنها في لبنان مع سوريا مع الفصائل العراقية مع جماعة الحوثي مع ما يجري في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة، فإن عليك يا إيران أن تفهمي بأن لا تفكري باستغلال كل هذه الظروف للوصول للقنبلة النووية، لأننا ببساطة ممكن أن نبعث هذه الطائرة دون الحاجة لأي طرف لكي نضرب وأن ندمر هذه المفاعلات النووية في نهاية المطاف. كذلك نوعا ما هي تهيئ لما ممكن أن يكون قادما، خاصة أن الجانب الإسرائيلي يعد لضربة مباشرة على الجانب الإيراني ردا على الهجوم الكبير الصاروخي الذي شهدناه من إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر الحالي. وبالتالي إن حاولت إيران من الرد بصواريخها باتجاه مثلا المفاعلات النووية الموجودة في إسرائيل أو المنشآت النفطية أو غيرها، فإنها يجب أن تفكر مرتين، لأن طائرة B2A قد تصل وقد تحلق فوق الأجواء الإيرانية وتدمر المفاعلات النووية إذا ما تصاعدت الأمور بشكل أكبر. والمثير بهذه المسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها التزام كبير مع إسرائيل، وهذا واضح مما نقلته العديد من المصادر منها أوسن ديفندر فيما يتعلق ببطاريات الثاد. تحدثت هذه المصادر بأن الولايات المتحدة أرسلت عددا من بطاريات الثاد وليست بطارية واحدة، وظهرت واحدة من البطاريات وهي هنا في هذه المنطقة. إذا ما حاولنا أن نعرف موقع هذه الطائرة أو هذه البطارية ستلاحظ بأننا أمام مطار مهم، وهو مطار نيفاتم الذي ضربته إيران مرتين في أبريل وفي شهر أكتوبر. وهذه البطارية كانت أساسا، أو هذه الصورة التي نشرت خلال 24 ساعة الماضية هي موجودة هنا في هذه المنطقة. نتجه طبعا بالقمر الصناعي بسرعة إلى هذه النقطة تحديدا، وستلاحظ بأن كل شيء متطابق مع هذه الصورة. هذه هي بالضبط النقطة التي ظهرت فيها بطارية الثاد وهي تتحرك في داخل إسرائيل، ولاحظ الإسرائيليون بأن فعلا أن هذه البطاريات منتشرة وليست بطارية واحدة. وطبعا مع وجود رادار مهم للغاية ألا وهو الـ ANTPY2 هنا في الموقع 512 الأمريكي الدائم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هنا، وهو رادار خاص بهذه المنظومة، يوضح تماما بأن هذه المنظومة بوجودها هنا في هذه المنطقة وهي منطقة قريبة من المفاعل المهم، المفاعل النووي الذي نتحدث عنه دائما ألا وهو مفاعل ديمونا هنا المفاعل، فإن هذه المنظومة ممكن أنها تتحرك لكي ترتبط بهذا الرادار في الموقع 512، أو أنها من الممكن لبطاريات أخرى أن تكون موجودة في هذه المنطقة تحديدا التي تأتي كحماية نوعا ما لقاعدة نيفاتم أو حتى للقاعدة المهمة للغاية أو لمفاعلي المفاعل ديمونا. وبالتالي انتشارها في عدد من النقاط قد يعني الكثير لتوفير الحماية، وقد تعني بأن إسرائيل ستوجه ضربة ليست بالعادية، قد تكون مستفزة وتدفع إيران لعملية الرد. وهنالك لازالت الكثير من طائرات الشحن الأمريكية مثل C-17A، أكثر من 8 طائرات هي قد وصلت إلى الداخل الإسرائيلي، يبدو أن هنالك المزيد من الشحن للمعدات
والعناصر والجنود الأمريكيين لكي يشغلوا هذه البطارية طبعا. والواضح أن قاعدة نيفاتم أيضا قد هبطت فيها طائرة أخرى اليوم، وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة كما نلاحظ. وهذه تأتي مع تفاصيل قد نشرت على الـ ABC نيوز الأمريكية بأن نتنياهو قد أعطى الموافقة التامة لطبيعة الأهداف التي ستستهدف في الداخل الإيراني، وبالتالي نحن أمام ظروف كبيرة للغاية. أولى هذه الأمور اغتيال السنوار وضرب جماعة الحوثي للمرة الأولى بهذه الطائرة الشبحية الكبيرة، ونحن أمام موافقة من نتنياهو على ضرب عدة أهداف في داخل إيران. وإذا ما تمت الضربة اليوم أو يوم غد قد يعني بأن هنالك ردع وضغط كبير على إيران ومحور المقاومة بشكل عام.